أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في حلقة هذا الأسبوع سنناقش موضوعين، سيكون المحور الأول عن موضوع ظاهرة انتشار تدمير المعالم الأثرية والتاريخية في البلاد، من يقف وراءها وكيف يمكن حماية من ما تبقى من هذه المعالم. كما سنناقش موقف وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات أيضا الدولية المهتمة بالآثار كمنظمة اليونسكو إزاء مثل هذه الجرائم التي تحدث في معظم المدن اليمنية، لا سيما خلال السنوات الأربع الأخيرة، سنوات الحرب. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش ظاهرة انتشار تعاطي العقاقير المخدرة في أوساط الشباب، ما أبرز الأسباب وراء تفشي هذه الظاهرة، وما هي الحلول الممكنة للحد منها، وما دور أجهزة الأمن ووزارة الداخلية ووزارة الصحة في معالجة مثل هذه الظاهرة. نبدأ النقاش في مواضيع هذه الحلقة بعد أن نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر أنيم. خلال أربعة أعوام من الحرب تخبطت البلاد بين أيدي جماعات طارئة عملت على تدمير حاضرها وقطع الطريق إلى مستقبلها، ولم تكتفي بذلك فحسب بل تمادت لاقتلاع جذور ماضيها. تمثل اقتلاع الجذور التاريخية للبلاد بتدمير المعالم الأثرية والتاريخية فيها من مساجد واضرحة أثرية بنيت قبل قرون. ميليشيا الحوثي تصدرت قائمة الانتهاكات من حيث تدمير المعالم الأثرية والتاريخية وإخفاء القطع الأثرية والمتاجرة بها وتهريبها خارج البلاد، كون المتاحف الوطنية التي تحوي العديد من الآثار تقع تحت سيطرتها. ولعل أبرز المعالم التي دمرتها الميليشيا قلعة براقش التاريخية في الجو وقلعة القاهرة في تعز وإحراق مكتبة الصعيد بذات المدينة والتي كانت تحوي العديد من المخطوطات التاريخية والأثرية. تنظيم القاعدة هو أيضا يأتي في قائمة أبرز المنتهكين لمعالم اليمن التاريخية، تجلى ذلك أثناء سيطرته على أجزاء من مدينة المكلا خلال عام 2016، إذ قام بتدمير عشرات الأضرحة والمساجد في محيط المدينة. وبعد أن تم مطاردة عناصر التنظيم في الجنوب وحصر مناطق تواجدهم، ظهرت ميليشيات مدعومة إماراتيا تنتهج المذهب السلفي الجامي والمعروف بتطرفه إزاء الأضرحة ووجوب تدميرها حسب فتوى علمائها. فتم إحراق كنيسة تاريخية في مدينة عدن بالإضافة إلى تدمير عشرات الأضرحة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كان آخرها جامع الإمام الصوفي أحمد الفاز الواقع بمديرية التحيتة على الساحل الغربي. ومع اقتراب المعارك من مدينة زبيد يزداد قلق المراقبين والمهتمين بالتاريخ والتراث إزاء احتمال العبث بما تحتويه المدينة من أضرحة ومراقد وأربطة دينية. إذا تابعنا التقرير حول الموضوع الأول في هذه الحلقة حول تدمير المعالم الأثرية في والتاريخية في اليمن. لدينا اتصال من تعز الأخ محمد عبد الله، أهلا بك محمد. حياك الله أخ سامي. باعتقادك لماذا يتم تدمير هذه المعالم الأثرية والتاريخية؟ أخي سامي، ظاهرة تفجير المعالم الأثرية من مساجد وأضرحة وغيرها من المعالم الأخرى على يد جماعات التكفير المتطرفة، كل هذه السلوكيات هي من سلوكيات الجماعات التكفيرية المتطرفة، بين قوسين يعني الجماعات المتشددة بالدين، سواء كان الحوثيين أيضا الحوثيين تذكروا مساجد معالم أثرية في دمشق وغيرها، كذلك القاعدة وداعش وغيرهم الجماعات فجرت مساجد ومعالم أثرية وتاريخية في لاعق، في شبوة، في أبيان، في صنعاء، في تعز. أخي الكريم، هذه الجماعات تسعى دوما إلى تدمير حاضر الإنسان ومستقبله، بل امتدت لتطال على تاريخنا الأثري وحضارتنا الإنسانية وقطع كل ما يربط الحاضر بالمستقبل. أخ سامي، تدمير المساجد الأثرية ومراقد الأولياء الصالحين كلها تحمل بصمات الجماعات التكفيرية الشمولية التي لا تؤمن إلا بالفكر العقار. كذلك على سبيل المثال قرية الصراري أخذت نموذجا من هذه الأعمال التخريبية لهذه الجماعات التي قد تثمر فتنة طائفية وعرقية قادمة تريد لها هذه الجماعات أن تستمر حتى بعد طي سقاط الانقلاب التمرد. بالمقابل إدخال عنصر الصراع الدموي بين هذه المذاهب والطوائف اليمنية، كذلك تدمير المعالم الأثرية والأضرحة الأولياء الصالحين، نهج يعتمد على التطرف والتشدد من حاملي الفكر الوهابي الذي يطال كل ما له صلة بتراثنا الحضاري والإنساني، يعني يستهدف الأضرحة الصفوية في كل من عدن ولعب وغيرها من المحافظات، فنبش القبور والرموز الدينية وأخص بالذكر الصوفية وإحراق كتب ومكاتب أثرية، كل هذه وغيرها من هذه الأشكال
كلها تهدف الى نشر الفكر الوهابي للتكفير المتطرف، لان هذه الجماعات التكفيريه مقتنعه بانهم سلف صالح والبقيه كلهم كفار يا اقسام، ايش نعمل؟ ايضا سردنا بعض الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعات. شن الوهابيون الجماعات التكفيريه حملت في عدن على ضريح العيدروس في عدن، قامت بهدم قبه ضريح العارف بالله السيد السيد سفيان الأديني في حفظ الحطب العدن. طيب الجماعات التكفيرية واضح موقفها من الآثار والمعالم التاريخية، لكن ماذا عن عملية النهب التي تتم لبعض المواقع الأثرية والتاريخية؟ باعتقادك ما الهدف من عملية النهب؟ يا أخي الدور الحكومة والجهات المحلية دور سلبي جدا، لأن كل هذه العمل التي تقوم بها الجماعات هذه الجماعات التكفيرية هي محسوبة في النهاية في حسابين أنهم جيش وطني، يعني كما قلت لك يعني استهدفوا طيران، حتى ان التحالف نفسه يعني يستهدف كثير من المواقع الاثريه في سعاز في اغيار في الاخ محمد عبد الله، يبدو اننا فقدنا الاتصال. ينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاخ المعتصم الجلال ناشط ومهتم ومتابع في الموضوع. اهلا بك الاخ المعتصم. اهلا وسهلا، بدايه امسي عليك اخ سامي وعلى جميع مشاهدي قناه بلقيس. اولا لابد ان نذكر الساده المشاهدين باهميه الاثار ومدى ارتباطها ايضا الوثيق مع اسم اليمن التي لا تكاد تذكر في اي بلد خارجي مثلا، الا واقترن ذلك بذكر الحضاره اليمنيه القديمه ذات الصابع وذات الصيت الكبير، وما تجسده هذه الشواهد من الآثار والنقوش والقباب وبقايا البيوت وأعمدة تدل على عمق الحضارة اليمنية وكيف كانت ضاربة في أعماق التاريخ. فحقيقة الأمر هناك عدة عوامل أدت إلى اندثار وتخريب تلك الآثار، سواء من عدم الاهتمام ومتابعة وصيانة هذه أو من قبيل تدمير هذه الحواضر والمراقد والنقوش الأثرية. تقاسمت ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة إلى جانب الضربات الخاطئة للتحالف العربي طمس الهوية التاريخية لهذه المعالم الأثرية، وكما قلنا كما قال تقريركم أيضا مسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي، غير أن الحوثيين لهم اليد الطولة إلى جانب تسببهم بالحرب الدائرة في البلاد بدءا بنسف الجماعة الانقلابية مسجدا في كتاب صعدة، مرورا بسيطرتها على معظم المدن التاريخية في المحافظات الشمالية وأيضا المتحف الحربي في صنعاء التي صادرت معظم أثاثه وأيضا هربته إلى الخارج. طيب كيف يمكن حماية هذه المعالم الأثرية والتاريخية، وهل هناك ربما دور يمكن فعله من قبل وزارة الثقافة أو المنظمات الدولية المهتمة والمعنية بالجانب مثلا كاليونسكو وباقي المنظمات؟ نعم، على الأقل في المحافظات التي تقع تحت سلطة الشرعية ينبغي على الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة ومكاتبها في المحافظات أن تقوم بجمع وتوثيق وحصر هذه الوثائق وأيضا حماية المراقد وأولياء الصالحين وكذا المخطوطات وحصرها بعيدا عن الجماعات المتطرفة التي تنشط في بعض المحافظات. هنا في محافظة تعز نود الإشارة إلى أن قلعة القاهرة وهي من أعظم هذه المآثر تعرضت للتخريب وإلى القصف سواء من قبل طائرات التحالف أو من قبل الحوثيين الذين يتمركزون في تبة السوستيل المقابلة للقلعة ويقومون بقصفها ما بين الفينة والأخرى، إضافة إلى أن هناك جماعات مسلحة هدمت الكثير من القباب والمعالم التاريخية في المدينة القديمة وفي جبل صبر، وهذا الأمر سيؤدي إلى إذا انتشر إلى صراع طائفي بين الجماعات الصوفية وهذه الجماعات الإرهابية. شكرا لك المعتصم الجلال، كنت معنا من تعز. اتصال آخر، محمد صالح من صنعاء. أهلا بك محمد. مرحبا بكم.
أك محمد، بالنسبة لك تعليقك في فيما يتعلق بتدمير المعالم الأثرية والتاريخية، لماذا برأيك هذا التدمير وهذا العمل المنهج من قبل كل الأطراف فيما يخص المعالم الأثرية والتاريخية؟ أنا أقول أنه يجب أن يتم إبعاد المعالم الأثرية عن دائرة الصراع في اليمن، كونها تابعة للجميع وإرث حضاري يجب أن نحافظ عليه. الاستهداف الممنهج للمعالم الأثرية في اليمن قد يكون خلفه أبعاد دولية ربما تستهدف اليمن وتراثه، لذلك يجب أن نعمل جاهدين لإبعادها عن دائرة الصراع وإدارة كل أعمال الاستهداف، سواء كان بالقصف الجوي أو باستخدام المعالم الأثرية كمتارس حربية مثل ما حدث في قلعة القاهرة في تعز. كما يجب إبعاد الجماعة السلفية وتحذيرها بشأن التدمير الممنهج للأضرحة الأضرحة والمعالم الأثرية في اليمن. طيب، فيما يخص كيفية حماية هذه المواقع وإبعادها كما تقول عن الصراع، كيف يمكن ذلك؟ يجب أن يكون الدور على الجميع ابتداء من وزارة الثقافة وانتهاء بالميليشيات المسلحة التي تعمل الأرض. أولا يجب أن يتم تحييد هذه المواقع الأثرية، تحييدها تحييدا تاما وعدم استخدامها كوسيلة للدفاع أو ابتزاز بأي شكل من الأشكال. ثانيا يجب إدانة، أن نعمل على إدانة دولية وربما عقوبات أممية بشأن كل من يستهدف الآثار والمعالم الأثرية. أيضا إدانة الجماعات السلفية التي تقوم بالتدمير الممنهج للأضرحة خصوصا في تعز ما حدث للمسجد الفاز الأثري في المخا حيث تم تدميره بالأمس. أيضا ضريح الشبيزي الشاعر اليهودي التاريخي اليمني حيث قد قامت جماعة سلفية أيضا باستهداف هذا الضريح. يجب أن تكون هناك إدانة دولية واسعة لجميع كل من يستهدف هذه الأضرحة. طيب، شكرا جزيلا لك محمد صالح من صنعاء. عن ذات الموضوع لدينا بعض المشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. منذ أن انقلبت هذه الجماعات الميليشياوية الانقلابية وخرجت من كهوف مرانة وصعدة، عملت على تدمير الدوار العبادات والمساجد ونهب تدمير المعالم الأثرية، وكان الهدف هذا هدفه الوحيد هو القضاء أو هو طمس الهوية الوطنية وطمس التراث اليمني من جذوره. هذا طبعا الهدف الرئيسي للجماعات الميليشياوية الانقلابية، وحتى تستطيع أن تظل في السلطة أن يظل الشعب هذا محصورا من دون تعليم ومن دون حضارة ومن دون أي شيء. في المقابل قامت الجماعات السلفية المتطرفة بتفجير بعض المساجد سواء في عدن أو في الحديدة، وما رأينا قبل يومين في تفجير جامع الفازة في محافظة الحديدة في مديرية التحيتة في منطقة الفازة. ما هدفهم كما يزعمون القضاء على الخرافات والأساطير والخزعبلات أو بما يسمى الأولياء، وهذا كما يدعون ويزعمون، بل بالعكس، بل هذه عمقت وأصلت جذور الخرافة لدى المجتمع، لأن هذه الأساطير والخرافات لا يمكن أن تنتهي أو تقل أو أن تزول إلا بالوسطية والاعتدال وبالتوعية وبالتعليم. إن الجماعات المتطرفة والإنقلابية لم تكتفي بتدمير حاضر اليمن وتفجير مستقبله فقط، بل أيضا تحاول تشويه تراثه المرتبط بماضيه العريق الذي يفخر به اليمنيون. وقام الإنقلابيون والحوثيون في الشهور الماضية إلى محاولة طمس الهوية التاريخية لمدينة صنعاء القديمة من خلال طلاء جدرانها الأثرية بعبارات طائفية يصعب إزالتها دون تحدث تغيير في شكل وطبيعة الأحجار. ولم يكن تشويه صنعاء هو الانتهاك الأول للانقلابيين ضد التاريخ اليمني، حيث سبق الميليشيات المتمردة أن قامت خلال السنوات الأربع الماضية باستهداف عدد من المواقع والمعالم الأثرية القديمة بالصواريخ والقذائف المدفعية. وقد تم رصد المعالم الأثرية التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية والحوثية أكثر من 33 معلما أثريا وموقعا تاريخيا منذ انقلابها على الدولة وبدعم من إيران،
ومن أبرز تلك المعالم الأثرية والجوامع هي قلعة القاهرة في مدينة تعز، ومساجد مدينة حيس التاريخية، والمعالم الأثرية في مدينة زبيد، ومدينة براقش التاريخية في محافظة الجوف، وسد مأرب أيضا قبل أن تحرره قوات الجيش اليمني. اليمن تمتلك موروثا ثقافيا ضخما، عمدت ميليشيات الحوثي السلالية على تدمير هذا الموروث الثقافي الضخم من خلال نهب المخطوطات وتدمير دور العبادة ونهب وتدمير دور العبادة وكذلك نهب المتحف الوطني وما يحتوي من مخطوطات وقطع نقدية وقطع أثرية، عمدت على تدمير من خلال ذلك. الهدف من ذلك تدمير الهوية اليمنية، وكذلك الجانب الآخر كان هناك طمس للموروث الثقافي من خلال تدمير الأضرحة التي قام بها بعض المتطرفين في المناطق التي تحسب على الشرعية في تعز وكذلك الحديدة. إذا تابعنا هذه المشاركات حول الموضوع، لدينا اتصال. الأخ ناجي من تعز، أهلا بك ناجي. ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، رأيك فيما يخص تدمير الآثار والمعالم التاريخية، برأيك لماذا؟ أخي سامي، أهلا وسهلا، وأنا فخور بكم أن أكون معكم على قناة بلقيس، القناة الأولى في وجهة نظري أخي الكريم. تفجير وهدم الأماكن الأثرية هو الهدف الأول له، هو طمس الهوية الوطنية، طمس الهوية الوطنية للدولة اليمنية التي تمتلك إرثاً ضخما من هذا الموروث الثقافي الذي ورثه هذه الدولة. الأمر الآخر، الهدف من تدمير هذه الأماكن الأثرية هو خلق صراعات بين بعض الطوائف داخل المجتمع اليمني الواحد. والأمر الثالث هو ما أقدمت عليه الجماعة المتطرفة التي ترى بأن هدم الأضرحة وغيرها هي أنها أماكن خرافية ويجب إزالتها. هذا بالنسبة لرأيي لتفكير الأماكن الأثرية وهدمها ونهب المخطوطات والقطع النقدية وكذلك الهدايا والمزايا التي كانت في جميع الأماكن في اليمن. طيب، باعتقادك هل هناك إحساس بالمسؤولية من قبل الجهات المعنية فيما يخص حماية هذه المعالم والمواقع الأثرية، وكيف يمكن للمواطن أن يلعب دور في حمايتها؟ أخي الكريم، بالنسبة للإحساس من جانب الدولة أو غيرها، فربما الحرب قد عندما اشتعلت ما بين هؤلاء الطائفة السلالية الحوثيين المتمردين، ربما خلقت نوعا من الفراغ للاهتمام في هذا الجانب، مما أدى إلى استغلال بعض الحوثيين مثلا كنهب المتحف الوطني في صنعاء، وأيضا تفجير الاماكن في بعض مثلا اماكن العباده كتفجير المسجد الاثري في مدينه مسجد الفارزه، وكذلك تفجير مكتبه السعيد وتدميرها وتدمير قلعه القاهره. هذا خلق فراغا عظيما، فراغا ادى الى نسيان هذا الجانب والاهتمام بالجانب الحرب وغيره. اما بالنسبه للمواطن او كيف المحافظه على ذلك من قبل المواطنين، هو يجب ان يكون عن طريق المعرفة بأهمية هذه الآثار وهذه الموروث العظيم الذي ورثناه داخل هذه الدولة العظيمة دولة اليمن. شكرا جزيلا لك. اتصال آخر، راشد الفضل، أهلا بك أخ راشد. رائد الفضل للتصحيح فقط. رائد، رأيك ومشاركتك في الموضوع، لماذا تدمير المعالم الأثرية والتاريخية؟ أخي سابق عبد إهانة تاريخية وعادة للمستقبل. التحالف من قبله يعاني من أزمة هوية، خصوصا دولة الإمارات، والسعودية لديها تاريخ لكنه لا يبارى بتاريخ اليمن. الجماعات الدينية بما يخص الصراع الداخلي، يتضح لنا أن الجماعات الدينية لا تقبل بالتنوع الثقافي وتقوم بعدم قبول الآخر وتدمير كل ما له علاقة بهذا الآخر الذي تعتقد أنه عدو، ليس قتل الأفراد فقط، إنما الآثار والأحجار ومكتباتهم ومساجدهم وكل شيء. طبعا التدمير يأتي بعد فتاوى و
وتحريض دائم من جميع الجماعات الدينية. مثلا أنا لدي الآن في متناول يدي من زمان الحسين الحوثي يسخر من التراث اليمني ويقول أن أعمدة بلقيس هي عبارة عن ماء وخليط من التراب تم خلطان، وهو يبتسم ويضع علامة تعجب ويقول اليمنيين يعتقدون أن لديهم تاريخ ويضحك. أنا باعتقادي لسؤالك سبب التدمير اليمن كلها صراعات وحروب، وتم الحفاظ على هذه الآثار، لم نشهد تدمير وخرابا مثل هذه المرة. مثلا جماعة الحوثي وجدت في بيت مهدي مغولة متحف للآثار الحميرية، وللأسف لم نراه يتم الحفاظ عليها أو التعاقد بتسليمها لجهة وطنية أخذوها ولا نعلم عنها شيء حتى الآن. أخي سامي واشنطن بوست تحدثت كثيرا أن التحالف قصف حصن كوكبان، وهو يعد من أحد الحصون التي صمد في اليمن والمصريين وحتى العثمانيين. التحالف قصف سور براجس، قصف قلعة الجاحظة. أحيانا غالبية القصف من التحالف لا يوجد سبب أو مبرر عسكري لقصف هذه الآثار وهذه المناطق. قلعة القاهرة تمركزت فيها جماعة الحوثي نعم، لكن غالبية المناطق والمواقع لم يكن هناك أي هدف عسكري أو سبب سياسي أو أي شيء آخر. شكرا لك رائد الفضل. ننتقل للموضوع الثاني والمحور الثاني في هذه الحلقة، وسنناقش في المحور الثاني ظاهرة انتشار تعاطي العقاقير المخدرة بين الشباب. ما أبرز الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة، وما هي الأضرار المترتبة عليها، وما هي الحلول الممكنة للحد منها؟ بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال أرقام الظاهرة في الشاشة. لدينا اتصال الأخ أحمد رضوان. أهلا بك أحمد. أهلا بك أستاذ أحمد. تعتقد ما هي أسباب أو الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في أوساط الشباب بهذا الشكل؟ البعض يتحدث عن أرقام مخيفة ربما لانتشار ظاهرة تعاطي العقاقير المخدرة في أوساط الشباب. طبعا أستاذي نلاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد عدد الشباب المتعاطي المخدرات والخمور في بلدنا، وذلك لعدة أسباب، منها يعني الظروف التي يمر بها بلدنا حاليا والتي نتجع عنها تعطيل الكثير من الأيادي العاملة في أوساط الشباب، وكذلك نتيجة من هذه الظروف انعدام الرقابة على الصيدليات التي للأسف أصبحت يعني تصرف الأدوية دون إرشاد الطبيب، ولذلك أصبح من سهل يعني الوصول إلى المخدرات والعقاقير والخمور من ذلك. طيب خطورة هذه الظاهرة وحجم انتشارها في أوساط الشباب من وجهة نظرك؟ طبعا كما ذكرنا سابقا أن الفراغ في أوساط الشباب هو يعني الداء الحقيقي والأخطر والذي نتج عنه كل السلبيات التي ظهرت يعني في أوساط المجتمع. علينا معالجة هذه الداء جميعا بالعمل التآزر مع السلطات لتفعيل الرقابة، وأيضا يعني الإبلاغ عن الأماكن التي يعني بيع المخدرات ويعني والخمور، ويعني كدولنا احنا يعني مواطنين كذلك يجب علينا نشر البرامج التوعية التوعوية بأشكالها المختلفة كالبرامج التلفزيونية. طيب الحرب إلى أي مدى أو حد ساهمت في زيادة هذه الظاهرة؟ الحرب يعني ساهمت في يعني 90% من هذه الظاهرة، من شر أيضا يعني عدم وجود الرقابة اللازمة يعني لمتابعة الشباب وأيضا لمتابعة الأماكن التي يمكن بيع فيها هذه الأدوية وهذه الخمور. طيب بالنسبة لدور الأسرة والمجتمع، هل يمكن أن تلعب دور في حماية الشباب من الانحراف وتعاطي هذه المواد؟ نعم أيضا يعني يزيد من خطورة يعني تعاطي الشباب أيضا للمخدرات والإقبال إليها بشكل كبير جدا، وعلى الأسرة يعني عليها يعني متابعة الأفراد يعني أسرة الشباب ويعني تقوم في أصبح من الوصول إلى هذه المخدرات وهذه يعني العقاقير، فإذا علينا يعني الأسرة واجبها متابعة الشاب والشابة في يعني. أشكرك جزيلا أخ أحمد. لدينا اتصال أخ ياسين الوافي أيضا من تعز. أهلا بك ياسين.
أهلا أستاذي. هلا، برأيك ما أسباب انتشار هذه الظاهرة في أوساط الشباب؟ والله الأسباب انتشار هذه الظاهرة والغريبة جدا على مجتمعنا اليمني، شوف يعني مش معقول تنتشر المخدرات بشكل غريب والخمور والحشيش بالمجتمع، يعتبر مجتمع محافظ، كمجتمع محافظ جدا يعني ومشهور يعني من الدول العربية أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ بشكل عام، لكن انتشاره أولا سببه انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية، انقلابها هي اللي أدت إلى عدم وجود دولة وعدم وجود أجهزة رقابية واستخباراتية في الدول في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، كمان عدم تفعيل دور هيئة الغذاء والدواء والصحة في الصيدليات، يعني أنت الآن صار الأغلبية الصيدليات تشتغل بغير أنه وجود صيادلة كفاءات أو صيدل بكالوريوس أو دبلوم أقل حاجة تشتغل بخبرة، فصار أنه الصيدلية فيها تجارة قبل ما يكون مهنة تخدم المجتمع، انتشارها عدم التوعية وضعف دور المساجد كمان في خاصة الفترة الأخيرة في عدن زادت اغتيالات رواد المساجد والخطباء والأئمة، وبنفس الوقت في جهة رقابية تدعم أو توفر هذه المادة اللي هي الحشيش والخمور بشكل غير طبيعي، الخمور قبل فترة يعني لعلك يقتل يموت بسبب هذه المشكلة اللي هي الخمور 40 شخص بكل سهولة، هذه حاجة غريبة جدا في المجتمع اليمني. لكن هذه الظاهرة ليست موجودة الآن، أنت ربما ربطتها الآن بالحرب والانقلاب، هي موجودة من قبل يعني. لا بس في جهة تمول هذه الأشياء، واللي بالرغم أنها غالية الأسعار في بعض الدول الثانية، لكن كيف تتوفر بكل سهولة؟ صار الأمور مفتوحة في بشكل عام، الأجهزة الأمنية ما فيش رقابة على ولا استخبارات على اللي مروج، لأنه المتعاطي المخدرات يعتبر مريض أو الحشيش أو الخمور، لكن المروج لها هو يعتبر مجرم. هذه الأشياء المفروض أنه تتابع بشكل دقة من الأجهزة الأمنية والرقابية. طيب أنت أشرت لنقطة الصيدلة والصيدليات، كيف تسهم الصيدليات في انتشار هذه الظاهرة؟ لا، الصيدليات هي مش فقط الخمور، هي فقط تنشر اللي هي المواد المخدرة، اللي هي المواد المهدئة زي الترامادول، زي المواد اللي هي تسوي تجيب النوم، الأشياء اللي تجيب مزاج، فهذه الأشياء ما فيش رقابة عليها من أولا من الهيئات الغذاء والدواء، ما فيش كواليتي أشورانس اللي هو الرقابة الذاتية من الـ من الـ من وزارة الصحة، ما فيش اللي هو طبعا الأوعية اللي هي مثلا وزارة الصحة هذه، ما فيش زيارات للصيدليات فجائية، من اللي يشتغل في الصيدليات؟ هل هم صيادلة أكفاء؟ هل هم خبرة وعادي أهم شيء عنده التجارة؟ لأنه دي الأشياء المفروض ما تصرف إلا بوصفة طبية وبعناية، يبدأ الأخ يأخذ على شكل مسكن زي الترامادول وغيرها وبعدها يبدأ يتعود عليها. طيب هو يفترض أن الصيدليات لا تقوم ببيع هذه المواد للناس إلا بوصفات طبية، كل الدول هذه غير موجودة، بكل الدول هذه الأشياء غير موجودة في الصيدليات أصلا، في اليمن بعكس أنها متوفرة في الصيدليات، لكن المفروض تكون عليها رقابة، حتى لو متوفرة بس المفروض في صيدليات معينة أو صيدلية المستشفيات تكون عليها رقابة، لأن انتشارها هي اللي تجيب اللي ضيع الشباب هذا. طيب ما الذي يدفع للصيادلة أنهم يبيعوا هذه المواد المخدرة والممنوعة أصلا؟ والله أولا هو فكرة تجارة، ثاني حاجة عدم خبرة في بعض لأنه بعض الصيدليات يشتغلوا فيها ناس خبرة، فمش عارف مثلا أضرارها فيما بعد، هو فقط يفتكر أنها منوم لوبونيكس وترامادول الأشياء دي منومة طبيعي، لكن مش عارف أنه بعدين تبدأ الشخص يتعود عليها لما يصير أديكشن فيها، يصير فيها إدمان، لكن مش عارف فيها، مش عارف الأضرار، فيفتكر أنه بيعها عادي، لكن مش عارف أنها الأضرار فيها بعد، والإنسان يصل في مرحلة تدمروا الأجهزة العصبية النفسية، تدمروا الكبد، تدمروا المشاكل كثيرة في الجسم، ويدخل في مشاكل مع المجتمع ويبدأ يهلوس وخلاص، فيصير مرحلة إدمانية لازم يأخذها. ثاني حاجة في ناس يشتغلوا خفاء في الخارج، خفاء الحشيش والأشياء هذه، يعني شكله مع فراغ الشباب الفترة الأخيرة، البطالة الأشياء هذه، في ناس تشتغل على أساس توفر هذه المادة للشباب على أساس تحرفهم عن الوازع الديني وكذا، فصار ما معاش إنك تمشي معه على طول، إيش إنه
اديله مخدرات، عودوا على الاشياء ذي، بعدين استغلوا كما تشاء، لانه مجرد ما الانسان يتعود على المخدرات والحشيش والاشياء ذي صار لعبه بيدك. ويظل السؤال في ظل الظروف الصعبه، هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها المواطن اليمني، من اين يتم توفير المال لشراء هذه المواد؟ هي ليست متوفره وليست اسعارها رخيصه ايضا. تصير يعني في جهه تمول وتوفر الاشياء هذه بشكل رخيص، فيعني بالعكس يعني الناس يفتكروا انه الفقر والاشياء هذه كمان تنشر الاشياء، كمان الهجره من الدول الافريقيه هذه اكثر ترويج للاشياء هذه. الخمر، شوف الخمر البلدي اللي انتشر في عدن الفتره الاخيره، يضاف له يضيف له ماده اللي هو الفورمالين اللي هو ميثانول، يضيف له بنسبه ما يكاد يكون 50 ضعف عن الـ عن الـ عن المضاف الطبيعي للخمور يعني، فهذه تؤدي الى السميه بشكل فظيع يعني، لانه على اساس ياخذونه بشكل رخيص. ف يروقوا ودي عمل سميه، ما انتم عارف المساله اللي وقعت في عدن راح ضحيتها 40، يعني حاجه غريبه جدا في المجتمع اليمني. الحادثه اشكرك جزيلا يا ياسين الوافي من تعز، شكرا لك. حول الموضوع ايضا لدينا مشاركات في الواتساب نستعرضها معكم. لعل من اهم الاسباب لهذه الظاهره الغريبه على المجتمع اليمني وهو قيام الانقلاب واستمرار الحرب الكارثيه دون حسم، وكذلك لعدم قيام الدوله بمهامها بالمناطق المحرره وغير المناطق المحرره لفرض الامن وللرقابه على الصيدليات ولمنع اقامه معامل تصنيع الخمور محليا او دخوله من المنافذ المختلفه، وكذلك لمنع العصابات من الاتجار به لعدم وجود امن وقيام دوله تمارس مهامها. وهذه من اهم الاسباب، وكذلك الاسباب الماديه والاقتصاديه والمعيشيه الصعبه التي يعيشها المجتمع اليمني وانعدام العمل، مما جعلهم يستقطبوا بعض الشباب للاتجار او للتعاطي لانسداد الافق ولعده اسباب. فتعاطي الخمور هو كارثه اجتماعيه، هو لا يقل عن استهداف أئمة المساجد لاستهداف المجتمع ولإبعاد المجتمع عن الفضائل، فاستهداف المجتمع بالخمور هو جريمة مثل جريمة استهداف أئمة المساجد، لأن من تعاطى الخمور سيقوم بكل الجرائم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى من النتائج وفاة وإصابة 40 مواطن يمني من تعاطي الخمور المغشوشة في عدن وبعض المناطق اليمنية للأسباب السابقة. ولعل من الحلول قيام الدولة بمهامها في المناطق المحررة وفرض الأمن وفرض جهاز أمني واحد يقوم بمنع الاتجار بالممنوعات ودخولها من المنافذ، وفرض السلطة وهيبة الدولة لإغلاق المعامل الخمور المحلية والرقابة الصارمة على الصيدليات وعدم بيع الأقراص المخدرة. لدينا اتصال أخ إبراهيم، أهلا بك إبراهيم. أهلا. إبراهيم، باعتقادك ما هي أسباب تزايد انتشار ظاهرة تعاطي الشباب للمواد المخدرة في اليمن؟ اولا الوضع الامني بعدن، الانفلات الامني الحاصل بعدن انفلات مفتعل، الجميع شارك بالوضع الانفلات الامني في عدن، كل الاطراف شاركت بالانفلات الامني الحاصل. بسبب الانفلات الامني وصل المواد المخدر الى عدن بشكل كثير ورخيص نفس الوقت، يعني مروج تروي. بالنسبه للذي يقول انه في استهداف للشباب، هذا كلام ناقد. الدوله تكشل عن ادارتها وعن أمانتها الذي مقل عليها الحفاظ على الوطن والمواطن، وترجع تروج انها ترويج استهداف الشباب. بأي دولة بالعالم لو ما في دولة ولا في سلطة ولا في أمن، أكيد سيكون أكثر ويكون الخمر ملوج والمخدر وجميع الفواحش تحصل في أي بلد، لأن ما في دولة. الوضع في عدن، هناك أطراف لا تريد أن تستقر عدن، الشرعية لا تريد تحمل نفسها مسؤولية، وبالتالي لا يريد يكون هو المسؤول الوحيد ولا ترك المجال الشرعي، والشرعيه هكذا جاز حصلت فرصه سانحه لفشلها وفشل الجهاز الامني بوزاره الداخليه في المحافظه المحرره جهاز مختل.
والجميع يتعال بالنسبة لتجارهم يتاجرون في أي في الوقت كامل مش ولا في هذه الأيام من زمان، والترويج المخدرات والخمور يدخل اليمن بشكل كبير، لكن هذا الأيام بسبب الانفلات أزيد وأكثر، وهناك الفرص أضعاف، يريد يكون المكتب أكثر مروج أكثر وعطوا مواد رخيصة وقدروا يسوقوها للشباب فقط، هذا هو الحاصل في هذا. طيب الحرب لأي حد ساهمت في انتشار هذه الظاهرة؟ كل الوضع الحاصل في اليمن هو الحرب، الحرب أوجد كل الانفلات الأمنية الحاصل في اليمن هو الحرب، وسبب الحرب هو الاختلاف السياسي في الجمهورية في بين الفرقاء السياسيين اليمنيين. المشير في عدن الانتقالي لا قدرت الشرعية أن تتفاهم مع الانتقالي وتحمل مسؤولية الأمن في المناطق المحررة، ولا تركت المجال وسلمت الانتقالي المهمة وتحمل المجال الانتقالي الوضع الأمني هناك. لكن الجميع، هذا بكل مختصر، الجميع مشارك في الوضع الراهن في عدن وفي المحافظة المحررة بشكل خاص الشرعية. طيب والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ لا 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 توجد في المحافظات الخاضعة للانقلاب جرائم بالشكل الموجود في المناطق المحررة، لا يوجد إطلاقا. المشاكل توجد في المناطق الشرعية، لأن المشكلة أن الشرعية نفسها الأطراف السياسية الملتفة حول الشرعية لم تكن متفقة يوما، ما يحصل في عدن هو يحصل في تعز، يحصل في حضرموت، يحصل في كل المناطق التي سيطر عليها الشرعية، لكن هناك انفلات أمني في المناطق التي سيطر عليها انقلاب، لكن ليس بالشكل الذي يوجد في مناطق الشرعية. قد يكون كلامك غير صحيح بالنسبة للبعض، يعني ظاهرة تعاطي الشباب المواد المخدرة منتشرة موجودة من قبل الحرب في كل محافظات ومدن اليمن، ولكن بعدها أكثر. طيب شكرا لك إبراهيم. حول الموضوع أيضا لدينا مشاركات في الفيسبوك نقرأها. محمد يقول فراغ العقول عند الشباب من الأهداف والطموح يجعل كثير منهم للجوء لمثل هذه العادات السيئة هربا من الواقع أو بحث عن لذة عابرة. لؤي يقول الظاهرة هذه من زمان منتشرة من قبل 2011 لكنها ظهرت للعالم بسبب الانفلات الأمني أولا، والسبب الثاني ظاهرة أصبحت للمفاخرة في وسط الشباب. إدريس يقول من الأسباب الواقع المعاش الذي نحن فيه من الحروب والتدهور الاقتصادي والبطالة المنتشرة بنسبة عالية، كل هذه الأسباب ساعدت الشباب على الهروب من الواقع الذي عاش فيه واللجوء إلى تعاطي الخمور والمواد المخدرة بشكل عام. الحلول لهذه المشاكل إنهاء الصراع الحاصل والحروب وعودة مؤسسات الدولة وإعادة الناس إلى أعمالهم سواء بالمؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، وتوفير البيئة الآمنة والخصبة للاستثمار في الوطن. الفراغ القاتل هو السبب في كل هذا الانتشار المخيف. أسامة يقول أصبحت ظاهرة تعاطي الخمور والأدوية المخدرة، وهناك عدة أشياء بسيطة مسكرة يستخدمها الشباب للخروج من الواقع الأليم والعياذ بالله. يأتي هذا الانتشار بسبب الانفلات الأمني الحاصل في البلاد وبسبب الصحبة السيئة وإهمال الأهل. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.